المشاكل الاجتماعية يا جماعة، شاب عنده 20 سنة اتجوز بنت 16 سنة زواجا عرفيا، حصل إنجاب بعد ما انتهت من الولادة، خد الجنين وموته، وبعد كده راح يسلمه على أساس أنه عثر عليه يعني. لكن الطبيب اللي قام بعملية الولادة يعني كان جزءا من كشف اللغز يعني. وهو معانا الدكتور محمد، الدكتور محمد نافذ، دكتور استشاري النساء والولادة بمستشفى أحمد جلال، سيد جلال. يا دكتور محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا زوال، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. قول لي مهتمين بحضرتك. ايه القصه الغامضه الغريبه دي؟ والله زوال، هي عيانه داخله حوالي عندها 17 او 18 سنه، دخلت في اعلام ولاده، داخله حوالي الساعه 9 كده عندنا، ولدت حوالي الساعه 10 عادي خالص. هي خرجت من المستشفى بابنها الساعه حوالي 4. انا طبعا كنت صدفه كده اخذت صوره مع طفلها الرضيع يعني. هو قعدت كده، انا ممكن كل فتره كده بتصور معاه. الصوره هيت يعني ده ايوه. وبعدين وبعدين قعد الساعه 9 كده، 9 ونص، لقيت هنا التمريض بيبلغني ان في طفل عليه ايده عليه الاسوره بتاعه المستشفى. الطفل ده لقوه قدام كايرو فيستيفال. في نفس الوقت لقيت زوجتي بتكلمني، فبتقول لي ان بعت يعني عامله لي تاج كده بصوره ليا مع نفس الطفل اللي هو تايه على قدام كايرو فيستيفال ده، بتقول مش ده الطفل اللي انت مورده النهارده؟ ففتحت عندي الموقع التواصل بتاعي، فبص طلع هو ده الطفل اللي مورده النهارده. فبعد كده الشرطه لقيتها كلمتني في التليفون على طول بعدها، ما فيش نص ساعه، ما فيش ساعه، ساعه بعدها على طول كلمتني في التليفون، حضرتك اسمك ايه؟ قلت لهم فلان فين؟ في مستشفى السيد جلال الجامعي. طبعا الشرطه توجهت لي، مش قلت له اسم شرطه باب الشعريه، توجهوا هنا المستشفى قضاء اقوالي. وتم التوصل عن تم التواصل يعني او التوصل للام عن طريق البيانات هنا من المستشفى. وانت قلت انا قمت بالولاده وتعرفت على زوجها، زوجها كان موجود اثناء الولاده ولا ما كانش موجود؟ اللي عرفته من الناس اللي هنا او التمريض اللي معايا، العينه كانت جايه لوحدها مش مع اي حد خالص. الايه؟ لأن المريضة كانت جاية لوحدها. ما معاش أي حد يعني. خالص. وبعد كده التحريات والتحقيقات كشفت إنها هي وجوزها تخلصا من الجنين يعني. من الطفل. كل الأحداث اللي بره المستشفى أنا لا ما أعرفش عنها حاجة إلا عن طريق السوشيال ميديا. أنا بحكي عن اللي حصل داخل المستشفى واللي حصل معايا أنا شخصياً واللي كان سبب في التوصل لهذا الطفل وتوصيله لأمه، أو الطفل هو ده ابن هذه السيدة. ده اللي خلال بس حلقة الوصل اللي أنا كنت حلقة وصل من كده وكده فقط. لكن هل إيه الأحداث؟ إيه اللي خلاه يعمل كده؟ سمعت إن سلفتها مش عارف متخانقة معاها فخطفت، فسمعت أقاويل كتيرة في هذا الموضوع، لكن كل اللي حصل بره المستشفى أنا ما أعرفش عنه حاجة. انا بتكلم فقط على اللي حصل جوه العيانه خارجه خروج. بس انت هنا يعني تعرفت على خدوا بيانات الزوجه من المستشفى وتم التوصل اليهما يعني. وهنا يعني هنا هم محبوسين دلوقتي بتهمه قتل الطفل يعني. تمام، هو ده كل اللي حصل، وده كان سبب يعني صدفه يعني، كان السبب في ان الطفل ما يروحش حقه هذا. الحمد لله على كده. بشكرك يا دكتور. ففي ناس يا جماعه عشان تنجب يعني اطفالا بتنفق كل ما لديها يعني، وتبيع كل اللي وراها واللي قدامها يعني. شوفوا الناس يعني يتخلص من طفل بعد الولاده بهذا الشكل يعني، ويعني ويقوده يعني، يتخيل انها مساله سهله يعني، انه عثر عليه وبيسلمه يعني، وانتهت المساله بالقبض عليهما معا. ما يعني هنا مهما يعني تخيل ان في امكانيه معا انهم يعني يخفيان جريمه من هذا النوع يعني. شوف الصدفه يعني، علامه الطفل، علامه المستشفى اللي كانت ما زالت لازم يسيب اثرا، وجريمه من هذا النوع
الحقيقة يعني كان لا يجب أبدا إنها تختفي. يعني شوفوا يعني براءة المولود يعني شيء الحقيقة يخليك يعني هنا الناس طبعا التفكير الشيطاني، وهنا طبعا العلاقات الاجتماعية والقضايا الاجتماعية المتشابكة في قضايا من هذا النوع. يعني شاب فيتجوز بنت عرفي بالشكل ده في السر، ويبقى الحصيلة زي ما انتم شايفين مأساة بهذا الشكل. طيب قبل ما اطلع فاصل، احنا عشان هنناقش يا جماعة معاكم قضية الدروس الخصوصية، واتمنى ان انتوا هنا الدروس الخصوصية داخلة في التجريم، يعني مشروع متعلق بالتجريم. هيئة الرقابة الإدارية بتضبط منذ قليل أحد المسؤولين بإحدى الشركات الكبرى للدواء تنفيذا لقرار النائب العام في ضوء التحقيقات في أزمة البنسلين. يعني لو نكتب الخبر العاجل ده على اعتبار أنه البنسلين احنا أثرنا هذه القضية، وفي تحقيقات بتتم، والرقابة الإدارية من أهم الأجهزة التي تحارب الفساد. وبتحارب الفساد بقى مش الرشوة فقط زي ما بيعتقد البعض، لا، يعني كمان في كل المجالات بما فيها الصحة والتعليم، القصور والإهمال، لأنه بمثابة مقدمات فساد. يعني أزمة زي دي البعض ممكن يقول لك والرقابة الإدارية مالها، لأنه داخل فيها الفساد أيضا، وهي معنية بحماية المجتمع زي ما بتحميه من الفساد. كمان لما تلاقي في أزمة بهذا الشكل، بنسلين اللي ما بياخدش الحقن بيموت، وبالتالي هنا الرقابة الإدارية يعني هنا ألقت القبض على، وده شخص الحقيقة يعني مهم جدا، أحد المسؤولين بإحدى الشركات الكبرى للدواء. أطلع فاصل، وبعد الفاصل والخبر اللي انتم شايفينه أزمة البنسلين داخل فيها الفساد، واختفاء عدد كبير من الأدوية هتلاقي داخل فيه أيضا الفساد. يعني بعد الفاصل تجريم الدروس الخصوصية، وزارة التربية والتعليم داخلة في ده بقوة، وتعد أو خلاص يعني انتهت من مشروع قانون حمل. هل التجريم هو الحل؟ ما ده اللي هنسألكم فيه ونشوف. تجريم يعني هنا على طول تصبح تهمة تدخل صاحبها السجن بعد الفاصل.